تشاء أنت من البشائر قطرة، ويشاء ربك أن يغيثك بالمطر، وتشاء أنت من الأماني نجمة، ويشاء ربك أن يناولك القمر. أهلا يا ماما. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو، تنسوش لايك واشتراك بالقناة، فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. زيكم يا أجمل فانز، وحشتوني جدا. فيديو اليوم معانا معلومات وحقائق جديدة عن عيلة الجمل. هنعرف فيه حقيقة أول ظهور لجنين سلمى في السونار، ورسالة للمشككين في حملها، والرد على الهجوم الغريب اللي حصل على حملها. كمان هتشوفوا سلمى في دور جديد وهو تيتا، ويا ترى عجبكوا ولا لأ؟ ومين اللي كان بيعمل الدور ده؟ بجد هتتصدموا. واخيرا رجوع العيله من القاهره لاسكندريه، وسبوع بيبي نوح ابن برنس مصر هيكون امتى؟ فيديو اليوم حلو جدا وكله معلومات تهم كل الفانز، بس كملوا. وقبل ما نبدا ما تنسوش اللايك وشوفوا للنهايه لو بتحبوا عيله الجمل. يلا بينا نبدا. هنبدا برجوع عيله الجمل من القاهره لاسكندريه. الحقيقه يا جماعه عيله الجمل وصلت بقالها يومين من سفريه القاهره. في الاول نحب نقول لهم الحمد لله على سلامتكم. في البدايه يا جماعه كانوا بيصوروا وهم ماشيين خلاص من القاهره. حرفيا العيله ما استحملتش درجه الحراره العاليه جدا في القاهره، لان الجو كان حر جدا، وكانوا فرحانين جدا انهم رجعوا اسكندريه من تاني. وصالح في العربيه قال رايحين لعيله كنافه، وعمل نفسه كانه متعور عشان يشوف رد فعل برنس مصر لانهم وحشوهم جدا. واكتر واحده كانت فرحانه جدا بوصولهم هي سلمى. ودلوقتي تعالوا نشوف كوكي زعلانه ولا فرحانه من كلام حوده وسلمى، وهل بيرخموا عليها بجد ولا بيهزروا. طبعا اول ما وصلوا بسلامه كوكي كانت فرحانه جدا بوصولهم، وطلعت عشان تسلم عليهم. وفي الوقت ده حوده كان بيصور فلوج العوده من القاهره، وفي نفس الوقت جت مكه. كانوا بيرخموا عليها هو وسلمى وكمان صالح، وبيقولوا لها قولي صالح كنافه، وقالوا لها لو قلتي على صالح اخوكي كنافه هنجيب لك سويتس وحلويات كتير. كنا عارفين انها مش ممكن تقول، لان ندى حمو كانت هتضربها. ندى وبرنس مصر ما بيحبوش ابدا لقب كنافه، بس كمان الاسطوره وسلمى ما بيحبوش انهم يقولوا على ابنهم حمامه. وبعد اصرار كبير من كوكي خلاص يا جماعه هي اعترفت وقالت ان اخوها صالح كنافه. وحوده وسلمى خدوا خلاص الاعتراف من كوكي عشان يوروه لبرنس مصر. طبعا يا جماعه كل ده عشان الفيديو اللي ماسكه برنسه على صالح شقاوه، وهو بيقول على نفسه صالح حمامه. المهم ان حوده اداها حاجات حلوه وقال لها ما تزعليش، وللاسف حصل هجوم كبير على حوده وسلمى. وليه بتعاملوا مكه كده يا جماعه؟ هما بيهزروا مع مكه. لو خدتوا بالكم مكه لا عيطت ولا زعلت، وعلى فكره هي بتحب حوده جدا وكمان سلمى، وبتقعد عندهم على طول. بما اننا بنتكلم عن سلمى فتعالوا نروح وحصريا نشوف اول صوره لبيبي سلمى، والاول مره على السونار. وهل البيبي هيكون ولد ولا بنت؟ بجد هتتفاجئوا. في البدايه سلمى فاجئت حوده وهما رايحين مشوارهم، وحوده كان هيموت من الجوع حرفيا وجاي من مشوار. حرفيا يا جماعه حوده فعلا كان ميت من الجوع، وقال لها طيب اعملي لنا اكل، قالت له انا ما عملتش اكل وهناكل بره. وفي الطريق وقفوا عند مطعم سمك مشهور جدا وهو بهيج. الاسطوره كان متضايق شويه لانهم استنوه كتير على ما الاوردر خلص ليهم. تعالوا بقى للقطه اللي كلنا مستنيينها، وهي لحظه زياره دكتوره نبيله وسلمى هتشوف البيبي في السونار لاول مره. على فكره يا جماعه دكتوره نبيله هي دكتوره ندى حمو، وهي كمان اللي ولدتها في بيبي نوح. تعالوا بقى لدكتوره نبيله وهي بتقول لهم عاوزين ولد ولا بنت. صالح يا جماعه شكله كده عاوز ولد، وده عشان يدخل الجيش. وحوده كمان واضح عليه جدا انه نفسه في ولد، ربنا يديه اللي يتمناه. في الاول يا جماعه هنقول بسم الله ما شاء الله، فرحه جميله جدا، ربنا يكرم عينهم بطفل سليم معافى يا رب. اما عن جنس المولود فالدكتوره قالت انه لسه بدري شويه، غالبا كده هما 3 شهور، عشان كده لسه المولود ما ظهرش نوعه. يعني يا جماعه قريب جدا هتعرفوا نوع المولود ان شاء الله لسلمى والاسطوره، وسواء كانت بنت او ولد ربنا يجيبه بالسلامه او يجيبها بالسلامه. ودلوقتي هنقول كلمة لكل المشككين في حمل سلمى. كده يا جماعة تأكدتوا ان سلمى مرات الاسطورة حامل، ان شاء الله عليها ربنا يكمل حملها على خير. واخيرا التعليقات السلبية وهل هي غيرانة ولا لا؟ يا جماعة هي ما كانتش غيرانة من ندى حمو ولا حاجة، والحمل والولادة ده بيكون رزق من ربنا وبيجي في اي وقت. وايه المشكله انها تجيب بيبي تاني وتالت؟ ربنا يديهم ويجيبوا اللي نفسهم فيه. الفكره يا جماعه ان سلمى اتفاجئت اصلا بحملها في وقت ما كانت ندى حمو قربت تولد، يعني ملهاش دعوه بالغيره خالص.
اما ندى جلجل فهي اصلا قالت انها مش عاوزه تجيب اطفال دلوقتي لان اصاله لسه صغيره. وبعدين ليه يا جماعه تزعلوا انها حامل؟ ربنا يقومها بالسلامه ويفرحهم كلهم ما شاء الله. الله اكبر. واحلى حاجه ان عيلتنا بتكبر والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. مبروك يا اسطوره انت وسلمى. دلوقتي تعالوا نروح لسلمى ودور جديد في تيتا. في البدايه يا جماعه سلمى عملت سكتش ظريف جدا وقالت فيه انها تيتا وكانت فيه كمان ام لصالح فايوه. بصراحه يا جماعه اول ما شفنا الدور افتكرنا ايه احلى والميك اب اللي كانت بتعمله وقت ما كانت تيتا. فانا استغربوا شويه من سلمى لانها اول مره تعمل الدور ده، بس المفروض اننا نشجعها انها تعمل حاجه جديده لانها بالرغم انها حامل وتعبانه بتمثل وتعمل ادوار حلوه جدا. السكتش كان عباره عن صالح عمل غلطه كبيره، ازاي ياخد فلوس من ورا مامته وراح يشتري اندومي بيها، وتيتا بتوعده لو سمع الكلام هيسافر السعوديه معاها. على فكره يا جماعه مستر احمد والاسطوره عاوزين يسافروا السعوديه قريبا جدا ان شاء الله، وده عشان يعملوا عمره او يحجوا. يا ريت يكون معاهم المره دي الحاج صلاح الجمل. وعلى فكره مستر احمد كمان نفسه يروح جدا، بس المره اللي فاتت كان عاوز يروح بس ولاده منعوه لان اداء مناسك العمره هيكون شاق جدا عليه وهو معاه اطفال. ربنا يكتب لهم كلهم العمره واحنا كمان معاهم. دلوقتي واخيرا تعالوا نروح لنوح ابن برنس مصر، ويا ترى هيعمل عقيقه لابن نوح ولا سبوع؟ الحقيقه يا جماعه صالح ما شفناش سبوع ليه او عقيقه، فاحتمال كبير برنس مصر يعمل للاثنين عقيقه كبيره جدا او سبوع كمان. المهم يا جماعه انه يعمل لنا حاجه تفرحنا بيهم. لكن لسه برنس مصر ما قالش هيعمل ايه مع نوح ابنه وكمان صالح. الفكره انهم كانوا يطمنوا على بيبي نوح انه الحمد لله خرج من الحضانه وبقى كويس. ربنا يبارك لك فيهم يا برنسو ويحفظهم لك. وبس كده وصلنا لاخر الفيديو، بس ما انتهيش سؤالي فانز الفيديو اليوم هو اتوقعوا معانا برنس مصر هيعمل سبوع لبيبي نوح ولا عقيقه؟ قولوا لنا دلوقتي في الكومنتات. شوفوا الفيديو كله وحلوا كمان السؤال وكملوه عشان اسامي الفانز اللي فازوا في المسابقه. وصلنا للنهايه، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي، بحبكم جدا، مع السلامه.